جينا كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني او في حلفة في بورسودان وشندي كدقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا جمهور الشروق مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مسرح على الهواء واليوم بنناقش موضوعين مهمين جدا جدا وكويس انه في حضور كويس معانا الليله ونتابع المواضيع اللي حنناقشها دي ونشوف اراكم فيها كيف. اوكي ليلة ما لقى عطك هذه ما لقى عطك هذه ها دكان ده الليله من الصباح ما باع عيش الله لكن وين ما الطلبه دي وينهم؟ ذيل الطلبة؟ خباركم ما بتشتروا معكم مفلسين؟ يا زول الله اللي يكون في عونكم الله مبالغة ها؟ شيكات؟ والله يا هو الله لكن يعني بس الجرور يعني ثقيل دي العواجة هنا والله الجرور ثقيل يقول لك بعد ساعة يجيك واحد يقول لك اديني بسكويتة بسكويتة؟ والله ياهو السلام عليكم مرحب الله بس سلام ساكت ما في شيرة ما في شيرة السلام عليكم اهلا ما شاء الله حبابك كيف حالك الله يبارك فيك كويس تسلم كثير الحمد لله رب العالمين الله يبارك فيك كيف حالك والله تمام الحمد لله دكانك ما شاء الله عامر يا الحمد لله عامر الا زباين قلال زباين قلال انت بالك عارف يا اخي اول حاجه دكانك ده فاتح حته وديك المدرسه طيب ماله مدير المدرسه طوال انا مراقب فيك يا خلبان في شفت التلفزيون اشتري منك بيجي اني اقول ازاد اشتري منه شنو دكانك ما شاء الله فيه البسكويت وفيه اللبان وفيه الزيت وفيه السكر وفيه السجاير الله اكبر الله اكبر عليكم هيكم ده ما دكانك صح هاي دكاني انا بسرني كل حاجه دي صح كل الحاجات دي انا ايش عندي في الدكان ده فيه اهم مدير انا بيسالني يسالك من شنو يقول لي يا استاذ امشي في الدكان ده انا اشتري منه وبعلى منه ده شنو ده التلاميذ ديل بالذات الطلبه ديل اشتروا منه ولا ما اشتروا منه اكثر ناس بيشتروا منه الطلبه ديل يا زول هاي اكثر ناس اكثر ناس بيشتروا منه الطلبه بيشتروا شنو بيشتروا اي شيء يعني يا الهي عارف المدير ده بيقول لي اسال التلاميذ الاستاذ شوف الزول ده اشتري منه شنو في ده اشتري منه سجاير انت بتبيع سجاير هنا سجاير في عندي هاي راقد هاد المشكله مشكله في شنو المدير ما دار دكان قدام المدرسه دي ويبيع سجاير قدام المدرسه ما يبيع سجاير نهائي وانا ما لي انا زول تاجر عندي دكان هنا ده بيجيني كله انا ببايعه اقول لك كلام المدير ده شايل المدمكين اللي فوق في الحيطه شفت شايلين بيقعد يعاين يعاين لك اللي شرى منه الباء منه كان جالك محاسب جات لازم تفو بيقول لي محاسب شال شنو كان جا شافع ابو رسله هو المدير ده شغال في الارصاد هاي لا هو ما داير زول يشتري منك سجاير يشتري من حاجات زي دي يا اخي ما انتبه لي طلبته ده يا اخي ينزلني انا من راسه المهم انا كلمتك المدير ده خاتيك في باله ومراقبك شديد يا زول خليني راقب انا عندي شغله والله اعمل حسابك هذا هاي والله اعمل حسابك هذا رهان انا ما تهددني ما تهددني انت ده انا كلمتك المدير ده مراقبك وطوال خدت في باله انا ذاتي براقبه بعدها المشكله شنو كويس المدير بس المره شال مدمعكين المره دي حاشين اربع مدامك يحيد الحيطه
عميم او حاجيك عديب اها خليني هد الحيطه. عميم كلمتك يا انا زول بسترزق يعني ما نسترزق معاكم ولا شنو؟ ما تفتح الدكان قدام المدرسه امشي مكان ثاني. ما اجر لي هنا انا لقيت الموقع ده واجرته. خير هاي خير انا غايته كلمتك وحذرتك. انا ماشي غايته انا حكلم اقول له والله نازل اشتري منه بسكويت وزيت وبصل وحاجات زي كده وسجاير. لا 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 ما تقول ايش ايش وسجاير ببيعه. ما تقول كده انت غايني خايف منك. المهم كانت انا استاذ المدرسه وريتك انا شنو انا استاذ المدرسه وكلمتك وقلت لك الزول ده مراقبك. عاين هنا اها خلاص حديثي معاك انتهى هذول هاي خير. انا وريتك زعتان وقلت لك دكاني ده انا فاتحه للرزق هاي للطلاقيط. والله ربنا يفتح عليك. هاي جمعا ان شاء الله ان شاء الله جمعا. كلمتك انا هاي شكرا وانا ماشي. السلام عليكم. الله في منظره وخفة. تسلم امشي انا غايت وريتك انا. الله يوقع مراقبك المدير مراقبني في شنو؟ انا قاعد ابيع لي في مخدرات ها؟ ببيع في خمور ما ياهو صلصه بسكويت رغيف زيت سجاير اها التنباك ده ذاته عندي فيه كله عندي. دارين يوقفوا رزقي ولا شنو؟ والله لا ده ما في ده ما في ده ممنوع يعني. هسه المدير ده يعني المعنى دار يطفشني من الحته دي. هي كان يقدر قاعد ليه وانا هني ما يقدر على طلطه يعني حيط المايلة. الله الله كويس يا معا صالحين سلام اهلا ازيك اهلا مرحب ست الملك. عاد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عيني بارده. الله ما ضرك الدكان ملان والقصه واره. الله يحمد الله الحمد لله. وحط الله انا شايف الناس ديل كلهم بيشكوا في لا ما دفع لنا الايجار وعلا ما زاد لنا. عاد انا قلت لهم صالحين يا يما اريتوا سيد دكان السرور. اقول له زيدوا الايجار يزيدوا ما باخروا لي من يوم دقيقه ولا ثانيه. انت يا يابا تتبارك تتبارك وما تشارك. بس اهم حاجه ما تشارك الحمد لله. لكن والله يا صالحين هاي محروجة منك. في شنو؟ والله نظر المدرسة ده. وطبعا انت عارف يعني الناظر ده قريبي. تاني الناظر؟ مالو؟ قريبي وبقري لي اولادي بنص الغيمة وما مقصر معاي. والله يعني كدي ما عارفة اخش لك بيه وين في الموضوع ده يعني. لا قولي قولي قولي. قال لك شنو؟ وحط له قال لي امرقي صالحين من الدكان. الله هذه الحسادة اللي ما بتنفع على ناس. وقال يعني هو دار يشغل هو ما كذي. وحط له قال لي امرقي وقفلي ساي الدكان ده وسعي به في البيت. اها وانا بديك الايجار. دي حسادة شنو يا ناس؟ دي حسادة شنو؟ والله يا صالحين هاي يعني هو شاكي منك. شاكي مني في شنو؟ هناي قال انت بتبيع الزيت ما في مشكله. الزيت ما فوق حاجه. السكر ما في مشكله. ما اكو الحلاوه واللبان ما في مشكله. ما في مشكله. البارد ما في مشكله. ايوه ما في مشكله. الا عاد قال السجاير ده طلبت المدارس زل بياخدوا. طيب انا هم ما يقدروا على طلباتهم انا شغلت بهم شنو؟ الطالب ده ما عنده ولا امر في البيت والاستاذ ده ولا امره في المدرسه. هاي صحيح لكن هم بيجي متسوسين من اهلهم وبيجي ياخدوها بعد يمرقوا من المدرسه. انا اللي بصرفهم ولا ابهاتهم؟ ابهاتهم. خلاص ادوهم قروش لشنو يعني؟ ادوهم قروش كثيره مصاريف كده ما هو خلاص بيشتري بس جاير بيشتري بتنباك بيشتري ما بعرفه. هاي يا صالحين هاي ما تدخلني في قصص زي مع المدير ده. وحط طلب قرينا يا اولادي بنص الغيمه وقال يمرقوك من الدكان. انا شايفه خير انت تمرق ولا تبطل بيع السجاير والصعود اللي بتبيعه ديل. شوفي انا داير اقول لك قوله انا سجايري ما ببطله. ببيع هو الوحيد الماشي اللي بيمشي للحياه. الزيت قاعد ساكت ولا البسكويت قاعد ساكت
في كل ساعة يجي واحد شافع عندي مسكويتة. أنا أقعد لي في جن الزي ده لكن السجاير ده ورا الباكو ورا الباكو الباكو ورا الباكو. أقول لك كلام. أها. الناظر اللي للمدرسة ده. أها. أجيه؟ هاي هاي. ليكي منه. هاي ده قريب راجلي ما تدخلني في قصص. خلاص أنا بزيد لك الإيجار. أه؟ بزيد لك الإيجار. بزيدو؟ أيوه. وانش اقول له مرقت وبهمرو قولي له العقد ما انتهى الليل. انت مالي ما تحيل عليهم عقد ما انتهى. هاي هاي يا صالحي لكن انت وحد الله يعني رجع وانا اولادي خمسه بيقروا في المدرسه خمسه الخمسه بنص القيمه وما بدفعوا لي درس العصر بيقروا الدرس هاي قال وبس انت تمرق. يلا اقول لك كلام. أه. انت اولادك اللي بيقروا في المدرسه ديل ان بيقى الدكان ده تقفل يعني حتقريهم بشنو؟ حتديهم مصاريف من وين؟ تديهم مصاريف من وين؟ صحي والله انت ما مقصر بدي ادفع لنا الايجار في مواعيده. في قبل مواعيده. هاي وبتديننا. قبل مواعيده. وبتديننا والله. هي والله بس قال لكم صرافال يعني هنا. هاي لكن يعني امشي اقول للناظر شنو؟ قولي له العقد اللي له ما انتهى معانو. ما انتهى. هو كان قال لي جيب العقد. قال لك جيب العقد؟ هاي انا بجهز لك عقد صوري كذي. انا بس اقدر اقول لك كلام. أيه. يعني بدل كده انا بس اقول له العقد بتاعه ما انتهى، لكن انت كمان هناي دقيقة. هناي انت كده ما تمشي له. ما بمشي له. امشي 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 له. لا 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 لا، انت امشي قولي له بس العقد بتاعه ما انتهى. ان بقى عصطج معاكي وقال لك حيث انه وكذلك ايضا الفلسفه اللي تدي. اها. قولي له امشي اقنعه انت براه خليه يجينه. اي. انا قاعد هنا في مكاني ده في دكاني ده بيجيني الله ولقطه لك لقطه. اي بمشي له. اي بس. خلاص. بس انت قول له العقد بتاعي ما انتهى. خلاص. انا بمشي الزه ليك. امشي امشي ما عندك مشكله. انا بقدر اتفاهم معاه. سمح خلاص. ما قرينا لكن بارينا. خلاص بمش. سمح مع السلامه. وضعناك الله. ماذا يرى لك زيد؟ زيد دايرة زيد. خلاص بعدين بغشيك اليوم. اي سامي. اي يلا هي هي هي. ما دايرة اي جمهرة. ما دايرة اي جمهرة هنا. انا مربي اجيال. تجوا تفتحوا لي كلام فارغ جنب المدرسة. والله يا اول فضل. بس. هنا يا دول هي. خلاص. هي. شنو؟ اسمع الكلام ده. انت الناظر ما ياكا؟ ايوه انا الناظر. ياكا؟ ايوه انا الناظر. الله يعرفتك من ملعومة. ما عليك داير من شنو انت؟ اسمع الاستاذ اللي عندك مرسل لي ست الدكان اللي انا ماجر منها مرسله لي الما ادراك مرسل لي بتدور تقفل الدكان ده ما لك تقطع عيشي. اسمع هنا هاسم. اول حاجه ما تكورك فيني انا استاذ يعني صوتي ده حلقوم لو فتحته بكورك ما تفتح ما تكورك فيني. انا قلت ما تكورك. انا طالب عندك ما تكورك بكورك. اسمع الكلام ده هنا كلامي انا واضح واضح جدا تقفل الدكان ده يعني تقفله. شفت لو شنو ده انا ما بقفل دكاني ده. ها ما بتقفله ما بقفله ما بتقفل الدكان قفل انت. انا اسمع الكلام ده انا مربي اجيال والاجيال دي بدافع عنها حتى الممات. اسمع هنا حتى الممات يا مربي الاجيال انت بتين مربي اجيال واثق من رقبتك انك انت مربي اجيال ما تربي اجيالك هناك وخلينا نشوفك لعيشنا. نعم نعم. اه يا اخي نعم انا انت هناك قول لهم السجاير ممنوعه التنباك ممنوعه ما ادراك ممنوع يا أخي. لكن انا عندي هنا طالما عندي بضاعه بشتريها من السوق لاها ممنوعه ولا فيها مشاكل ولا مهربه انا المبخل هنا ابيع شنو؟ اسمع يا اخي الكلام ده نحن المفروض كلنا نتضافر من اجل هذا من اجل الجيل ده يا اخي الجيل ده نحن بنمنع الناس في المدرسه نقول لهم ما تشربوا سجاير لكن ما دام بلقوه موفر جنبهم في الدكان كيف حيشربوا؟ حيشربوا طبعا. يا اخي انا براي ببيع سجاير في الدنيا دي ولا شنو؟ كل الدكاكين اللي حولك ده انا راصده. راصده ما هذا بقيت قفلت ده حتقفل الباقي؟ كلهم بقفلوا نعم. يا راجل. ايوه. يا سلام، وناكلك عيش من وين؟ ما تاكل عيش بالسجاير، امشي بيع برا عيد بعيد يا اخي، تبيع مع المدارس يا اخي. هاي. توفري له هنا الكلام ده. هاي هاي كلامك ده ما بيركب الراس. كلامك ده ما بيركب الراس. اسمع الطالب ده اول حاجه عنده ولي امر في البيت مزعول نعم. منه ها نعم. بديه مصاريف نعم. ان بقى الطالب مصروفه اللي بيقضيه قول كده مثلا 50 نعم. اديه 100 ليه؟ ايوه المسؤوليه مشتركه مسؤول. ما بين المدرسه والبيت ايوه وبين المجتمع انتوا ذاتكم مشتركين معانا مشتركين في المسؤوليه الكبيره دي يا اخي
نعم مشترك كافين؟ كيف مشترك كافين؟ انت لما تقفل وتكون بعيد من المدرسه ما تبيع السجاير وتبيع الكلام الفاضي ده، انت بتكون هنا ساهمت في بناء المجتمع. بناء المجتمع؟ نعم والله يا هو بناء، انا بناء المجتمع ده بس بقى واقف في دكاني ده ولا شنو هو؟ نحن ما عندنا مشكله مع الدكان، نحن عندنا مشكله مع البتباع في الدكان. لا طيب سامح، انت الدكان ده ما من ضمن الاشياء الموجوده فوقه يعني السجاير ده؟ ايوه لكن ما فيه زيت. اي فيه دقيق. جميل. فيه سكر. ممتاز. ده كله ما مفيد للمجتمع؟ لا ده مفيد للمجتمع. لكن السجاير ده المشكله، دي مشكلتنا نحن هنا كمدرسه ومعلمين في المدرسه دي مشكلتنا، انه السجاير بتباع قريب للمدارس. السجاير امشي بيعه بعيد يا اخي. ابيعه بعيد ولا تبيعه كله ذاته؟ يعني امشي بيعه في الغابه؟ اي كيف يعني؟ كده ما توفر السلعه للطلبه يا اخي. نحن نتعب في المدرسة يا اخواننا، ما تشربوا سجاير، تجي تفتحوه انتوا جنب المدرسة. يا عليك الله ما تكتر معي حديث، انا دكاني ده ماني قافله وبيع السجاير ما مبطله. اها امتى بقيت يعني زول يعني مرشد كدي وزول عندك فائدة في المجتمع وزول مربي زي ما انت بتقول؟ امش يعني كلم الكلام ده اللي طلبتك هناك، انا ما تلمي اذا كان راجل كبير عندي صلاح يا زولوي. جميل جميل جميل. اللي نزل الجماعة ديل كلهم، نزل الجماعة ديل يا اخواننا. الدكان قريب والسجاير بتباع جنب المدرسه، الكلام ده صح؟ صح. ها؟ هذا شفته؟ شنو؟ هذا قالوا ما صح. كيف ما صح؟ قالوا ما صح. كيف ما صح؟ ما صح. أزل. والزول ما بيجي بشيل الغرض الدايره؟ الزول بيجي بيشتري الغرض الدايره ولا انا ببيعه للرجالة؟ المشكلة انه ما في بتاع الدكان اللي بيبيع السجاير. المشكله في الزول ذاته، يعني السجاير دي حاجه بترجع للزول، يعني انت اذا ما داير تشرب ممكن ما تشرب، لكن بتاع الدكان ما له علاقه بالزول. الزول هو براه بيشرب السجاير، يعني الانسان هو بيزور نفسه بنفسه. ما في زول جابر زول وما في زول بيجبر زول انه يجي يشتري. انت براك بتمشي تشتري وانت بتضر نفسك، في النهايه الحاجه دي بتضرك انت. الشغله دي اصلا قناعه الانسان بنفسه، فاذا السجاير قريبه منه او بعيده ما تقدر تمنع انه يصليه. فلكن برضه المجتمع يساعد انه الطلبه ويحطوا رونق ابنائهم ويحاول قدر الامكان انه يمنعوا الانسان من التدخين لانه مضر بالصحه. يعني الشغله دي اصلا هي رغبه في الفعل، لكن كونه انه الدكان قريب فيه الحاجات دي السبب الرئيسي انه خلي زول يخش فيها. تمام؟ يعني ما الزول كان بعيده منه ما بكوش لها ما بيلقى لها، لكن الدكان قريب منه بيلقاها سهله قريبه في اليد يعني. وشكرا. اخوانا بدل الدكان والسيار دي يعني السيار بعيد من المدارس او قريب من المدارس دي ما فرق. المشكله انه في المجتمع ذا يعني الابهات مفترض يعاملوا توعيه لابائهم ويحافظوا عليهم كيف الشروليات، يعني في ناس كويسين وناس كعبين. انت الليله ولدك دي اذا كان من صغير انت يعني وديته يعني الشغل بتاعهم ممتازين كده بكون ممتاز، اذا كان الشغل بتاعته ما كويس اكيد حيكون ما كويس. عشان كده مثلا الدكان دي ما فرق، المشكله في التوعيه ذاته طير الطالب. والله انا بقيف مع اخوي كما ذكر انفا، قال يعني الحاجه دي بترجع للشخص في ذات نفسه، فبالتاكيد يعني زول متعلم زول قاري يعني ما بيقدر يرجع لكونه يشرب سجاير ولا يعمل صوت ولا اي حاجه ثاني، فبدي ترجع له انك انت كونك بتقرا واي حاجه كده، فبالتالي ما بترجع لك انك تسجل. التربيه هي مسؤوليه مجتمعيه ومسؤوليه جماعيه، يعني قصة انه التاجر او بتاع الدكان يجيب سجاير في الدكان جنب المدرسة او في اي مكان جنب الجامعة جنب المؤسسة او جنب المنتزه، دي كلها يعني حاجة خاطئة، انها بتساهم في انتشار الحاجة او بتخلي انه تنتشر. الناس لو زي ما بيقولوا الحاجة بقت متوفرة او قريبة اي زول ممكن يعملها. فالتربية مسؤولية اجتماعية، التاجر والاستاذ والمربي وفي الشارع لفترة قريبة جدا في المجتمع السوداني، اي زول في البيت هو مربي، جاركم ابوكم خالك وتعمك، اي زول لقاك في الحله لقيته في الحله انت ممكن تجري منه عادل، يعني لقاك بتعمل خلط هو ممكن يعذبك ويعمل لك اي حاجه. فدي رساله انه نحن كلنا من هنا اننا نكون نساهم في اننا نبقى مجتمع سليم، مجتمع معافى، نساهم في تقديم رساله ان نقلل من انتشار المخدرات وسط الشباب. والله كوني انه يعني تمنع بتاع الدكان دي ما حاجه، لانك انت لو تمنع اصلا بتاع الدكان ما يجي السجاير المفروض المصانع تتقفل، ودي مسؤوليه وزاره الصحه. كاتب لك في اللي هنا التدخين ضارب الصحه، انت قد عارفه ضارب الصحه منتج ليه؟ ما تقفله، لكن انه التدخين ده اكبر مكسب لوزاره الصحه.
ولا المصانع، يعني بحقق اكثر مكاسب من الزيت والسكر والبصل، عشان كده انت بتمنع الدكان اللي جار يدفع منين؟ يعني دي ما حاجه يعني بتجيب عليه، وثاني حاجه بتجيب على الشخص نفسه. انا اسي لو لقيت لي باكو سجاير وما اقدر اسجل حاشرب؟ ما حاشرب. لو واقع لو ما يعني ما شرط اخسر على قروش. لو صاحبي الدانية خاك اشرب، انا لو ما داير ما حاعمل. بتجيب على الشخص ذاته، ما في كلام انه يعني لو توفرت ديناي، ما في كلام زي ده. شكرا. الكرار الكرار ما تكوركي يا اخي، ما تكوركي يا اخي، ما تكوركي يا اخي، راسنا ضم صدي عليك الله يا اخي، ما تكوركي يا اخي. اجيب كوراكي جديد عليك ومالك ما ماشي الشغل الليلة؟ ما ماشي اي شغل، انا والله العظيم صراحة كده اغلعت عن التدخين. عملت شنو؟ اغلعت عن التدخين وما تكوركي، ما تكوركي. زمان انا التدخين ده بشربه كتير عشان كواريكي كده. اغلقت عن التدخين يعني خليت السجاير؟ اقلعت. عليك الله ما تعسم لنا اللغة دي، قول خليت السجاير. انتصار خليت السجاير، فهمتيها؟ لا 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 يا اخي عليك الله يا اخي، قلت لك الكواريك دي انا والله اخلاقي دي هنا. اخلاقي دي هنا ده. اجيب؟ في ريحته وحاط الله بانك خليت السجاير. السجاير عرفنا خليته، الشغل كمان خليته. انا بصراحه كده زهجان جدا، قلت اليوم ده انا لاني اول يوم اقلاع عن التدخين ما امشي الشغل عشان ما شاكل لي زول، عشان ما اسهج، وانا سهجان جدا جدا. قلت انوم غلبني انوم، قلت امرك برا في الشارع ده اتفرج في الناس البرا ده عشان انا زهجان ومتوتر جدا جدا. عليك الله رجاء ما تكوركي فيني. اجي على الكرار وكنت اخلي السجاير وتخلي الشغل وتخلي المرقه ناكل نيمه نحنا؟ انا اي داري اخلي اي حاجه واعمل حسابك ما اخلي اي حاجه. لا لانه بصراحه كده اخلاقي دي هنا ده، ولو سمحتي انا داري امرك برا ذاتي اقعد في الشارع بس. هاي القرار هاي ده كلام فارغ ساي، يعني كان داري تخلي الشغل وخد البامبر في الشارع اخليك اشرب السجاير؟ يا اخي انا اغلحت عن التدخين يا اخي، التدخين ده قالوا مضر بالصحه يا اخي. هاي مضر؟ بدل تشجعيني تزيديني بالله يا اخي. بري والله يا أخي. انا بشجعك على القرار، خلي عندك عزيمه قويه وامشي شغلك وامشي مجاملاتك ولا تشتغل بسجاير ده الشغله. اجي كمان ما في حل، انا ماشي اقعد في الشارع برا، مش البيت ده، خليته لك. خلاص القرار بسكوت ما بنضم. بنضم بالراحة. خلاص بس خليك في البيت ده. الكرار. يا خالق الله ما الكرار. الكرار. هاجي يا بنات أمي. السجاير تطير. مرنك ناقة يا أخ. مرنك ناقة. الواحد بس ما يقول يخلي السجاير بس الناس دي يقعدوا. قلت أشنو. استغفر الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا اخي؟ يا هيثم ان شاء الله كويس. الله يعزك يا عم. الله يسلمك. الحمد لله. كيف قرار؟ والله تمام بس بالراحه. عليك الله بالراحه. مالك قاعد وزهجان في شنو مالك؟ والله زهجان يا هيثم يا اخي، زهجان شديد والله. ايوه انا يا اخي ما الموضوع ما يعني الشارع صعب فريق لكن ما قدرت يعني. انا والله جد من البيت جوا زهجان من المرض، كواريك. ايوه وانا بصراحه كده يا هيثم يا اخوي والله الليله يعني اغلعت عن التدخين. شنو؟ اغلعت عن التدخين. لا استنى ما انا اقول لك اديني ولعه والله يا هيثم انا خليت. لا اديني ولعه عشان انا معقوله يا اخي علاني كافي يا اخي واحد كده. الله الله
ولع يعني عشان واحد يستمتع بقى والناس بقى معاك. وبعدين يا اخي انا جايك في مشكله صغيره. والله والله انا خليته كله سجاير. انا الموضوع السجاير ده هي انت حاليا يا حني بسال عن حاجه. انا عندي الغساله تحتي. هاي قال لي يا اخي واحد هنا ما شاء الله بيسوي صيانه كويس جدا. ايوه صح. ما ادري اديني ولع يا اخي حق زمان ده. والله الماء والولع دي انا من المسجد احطين في راس البيت وعلبه السجاير. طيب يا اخي منو هنا يعني في المنطقه البقايه دي؟ ايوه تمشي طوالي الشارع الاول. هاي تمشي هنا تلقى لك شجره. بس بعد الشجره طوالي تكتب ملف على الشجره. جاي هاي قال ما في مشكله. لكن انت مالك يا اخي؟ والله يا عظيم صراحه كده جاني التهاب وكده ولا الحاجه دي ضاره بالصحه. والله يا اخي جيب لي ولع يا لا لا والله الولع قلت لك جيت في راس البيت دي ضاره بالصحه. والله ضاره بالصحه. اوف 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 ضرب صحة؟ اي والله انا يا اخي الكيف المزاج يا اخي بيقطع حاجاتك كلها معقوله؟ والله الكيف والمزاج هو في لكن شنو يعني. بس انا قلت اغلعت عنه والدوره دي انا عازم جدعا وما حارج عليهم غير. ايوه غير لكن كذا من بتاع القصات انا اذكر اليوم قلت لي بالشارع بجاي بالشارع بالطوال هنا كذا. ايوه هناك ايوه وين الشجره؟ بس الشجره تلف بها طوال. انت بتجيبوا العيا ما عندي يا اخي. قلت لك ولع يا اخي. قلت لك ما عندي ولع يا اخي. عندي ثلاث سيجارات كذا غادي تكمل كيف معاك يا اخي. امشي برا ثلاث سيجارات يا اخي عليك الله. امشي برا في الدنيا يا اخي. اسمعني بيجاي. هاي امشي بيجاي طوال. هاي وانا خير خير ان شاء الله. ان شاء الله ثلاث سيجارات. يلا قرر شجر امشي تقني. انا حاط نازل يعني عن مبدئي وقراري ما بتنازل عنه انا نهائي. والله 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 مش يجي شايل لك علبه سجاير. ان ادتني باكو ما 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 ما, ما بنزل عن مبدئي. انا عندي مبدا. ايوه عزيمه واصرار. بس الوتر دي شويه كده. بس الوتر دي انا كان اتفكت الوتر دي والله. لكن لغايه بكره ببقى كويس. مش ببقى كويس لغايه بكره. انا لغايه بكره ببقى تمام الدم. واقول لكم كلام والله ولا متوتر زاد. من شنو؟ صالين كيف حالك؟ شكلك هدوك المعاش زي كذي. اي والله العظيم اخذت المعاش. اي يا سلام نزلت يا اخي نزلت والله. الله يا اخي زمن يا اخي. اي والله العظيم عشان كذا طولت ما بلاقيك بالشارع بهناك بتجي مره علينا. اي والله العظيم قاعد بس في البيت اللي امادي. مالك يعني انت ما لسه صغير شالوك المعاش تشنو؟ اي نزلت والله نزلت براي كذا. ها نزلت اللي امادي ما قاعد امشي الشغل. رفدت روحك براك يعني؟ والله براي. اي قلت يا اخي شنو الزول ما يمشي ويعمل مشاكل مع ناس الشغل ويقعد في البيت يعمل مشاكل. قلت اقعد في الشارع ده بس. لا مشاكل لشنو؟ الشغل ده ذاته ما موضوع مسلي ولذيذ يعني. من الصباح تلبس هدومك كده وتمرك كشله وكشله وكشله على الشغل وبنمشي كالدار. الجو لذيذ وحلو. ها نمشي نقعد هناك بعد ذاك كوبايه قهوه ما تعرف شنو بعد ذاك ونسى وتشتغل شغلك شويه وتمرك بعد ذاك تمشي الفطور. يا سلام والله يا صالحين يا اخوي. يا سلام نمشي نضرب البوش. ايوه والله يا صالحين يا اخوي انا ما ادس عليك. اها انا انت ما عليك القرار في شنو؟ انا اغلعت عن السجاير. لا يا اخي والله اغلعت عن التدخين. بس ان شاء الله ما مريض. ها ما شاء الله ما مريض. لا والله ما مريض. لكن بس قلت انا التدخين ده يا اخي ضار بالصحه وانا شنو انا اخليه يعني. الجمله المكتوبه في علبه السجاير دي بيقول لها اكتبوها ساكت. هم بيقول لهم لا انا بالليل. اخر سيجاره. والله بس شفت طفيته كده ده عينت لي علبه السجاير ومعاها الولعه وبس راس البيت. قلت انا السجاير عينت لي الوش داك انت. اي والله العظيم عينت كده. يا اخي حاجه صعبه. كريت التدخين. كريت التدخين. قلت يا اخي انا اخلي التدخين. يا سلام بالله اذا السبب المخليك انت يعني خليت الشغل وخليت المرقة من البيت وخليت اجتماعياتك وملاقاتك مع الناس عشان انت بطلت التدخين؟ اي ما يعني انا لاني خليته قلت احافظ على باقي اصحابي ديل ما شاكلون وبتاع. والله اقول لك سير. والله المره دي الليله دي الصباح قفلت معي قفله وتكورك والله العظيم. ما انا قاعد هنا في البيت 24 ساعه. اي ما اعرف الكلام ده يعني. لو اي زول اغلى عن التدخين وقفل روحه في البيت معناتها يعني القصه دي ما في زول حيكون حين في الشارع. ما انا ما بقدر الا كده يا اخي. يا اخي انت متخلي عندك عزيمه قويه في شنو المشكله شنو؟ انت ما تدخن وما تشتغل بالمدخنين. انت خليك في رايك ده اللي بيملي لك ضميرك قناعاتك. اي والله صح. لكن شفت شنو؟ ما انت ما ممكن تغيرهم كلهم.
انا عندي عزيمه والله اقول لك كلام والله. جو زي 20 نفر شايلين لون سيجاره في يدهم يقعدوا يقولوا لي ويوصفوا لي هنا. والله انا والله ثابت اصلي مزحزحته نهائي مزحزحته. 20 شنو؟ 20 نفر. 20 نفر شايلين سيجاره زي دي؟ اي لكن انا ولا زحزحته ولا رترتا. والله ولا 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 رترتا ولا 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 العزيمة بتاعتي قوية والإصرار والإرادة والإرادة والإصرار والعزيمة القوية. ما باين أنت بتخطب؟ ها؟ دي خطبة هي الإصرار العزيمة هنا ده الكلام ده كله هنا جوا القلبات؟ هاي القناعة دي من هنا وهنا الاثنين. الله ريحته بقت تضايقني. ريحته بقت تضايقك؟ هاي ولا بتتوتر لما تشوفها؟ لا 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 ريحتها بتضايقني. ولعة وين هي؟ ولعة داير ولعة؟ هاي والله جدحتها امبارح بالليل في راس البيت. بس ما تكون شالت الكديسه. هاي بتكون شالت الكديسه. يا اخي اقول لك كلام يا اخي والله الحاجه دي مضره جدا جدا يا اخي. والله مضره لكن انا ما لسه ما وصلت لقناعاتك دي. انا لما نصل لقناعاتك ببطره لكن ما حاكفي روحي في البيت برضو. حاطلع وحلاقي الناس ولو لقيت اي زول يعني كان زيي انا مدخن ممكن انصحه اقول له الكلام اللي انت بتعمل فيه ده ما صح لانه تدخين ضارب الصحة بيعمل كذا 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 لكن ما تكون زول سلبي تسهل روحك في البيت. هسه يا هو طعم حق امبارح زاده؟ يا هو نفس الطعم القديم زاته. زاته الطعم زاده؟ طعم لهم. والله اقول لك كلام انا 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 صراحه كده والله ما دار اتنازل عن قراري ده نهائي. ما تتنازل. انا ما بتنازل عنه نهائي. انا قلت لك اتنازل. انا زود قلت لك اتنازل هسه. ما تتنازل. ما بتنازل عنه. لكن حسابك مضبوط لما انت تشوف لك سيجاره. في شنو؟ انا والله صراحه كده ريحه السجاير دي بقت تتعبني. بقت تتعبك؟ اي والله صراحه. خلاص ودار اقعد في البيت في باب شارع بيتي ده والله برايا. براكة؟ اي ما بتقدر. بقدر. ما بتقدر. بس براك يعني لا تنعزل من الناس. ما بنعزل عن الناس. في ناس بتدخن وباريهم هم. دار اواجه المجتمع. بس اليومين الاوائل دي حاد واجه المجتمع. ايوه خلاص لما تبدا مواجهه المجتمع كلمني. اي والله دي قصه. بكلمك قصه قاعده التدخين قاعد. القرار اجي ممنوع التدخين هنا ما شاء الله. اي عجبني والله. اجي مالك ضمطة القراء؟ اه مالك ضمطة قارية بتعرفي تقري؟ هاي انا سجارة ما زول. انا كاتب شنو هنا؟ ممنوع التدخين هنا في البيت ده. معنى الكلام ده شنو؟ معناه شنو؟ معناه انا ما انضم. معناه ممنوع التدخين. اخير يا اخوي انا اسوي القهوة. الزول ده بقول خير الكلام ما غلى ودلة. بقول له ما عشان خاطر راسك تخرب باقي اعضائك. اهم حاجه يعني اننا نحن في التدخين هو سبب اساسي للانسان. الكلمه الاسا يعني اخوانا قالوا ممنوع التدخين ده مهم جدا لنا نحن كشعب سوداني ونحن عاوزين التدخين ده. ممكن اي زول يعني طالب يعني اي حاجه ممكن بيتعداها ويخليها يعني ويشوف الحاصل عليه وشنو التدخين ده صح يسبب السرطان يسبب اي شيء يعني ضاري للطالب ولا لاي زول خاطر. وشكرا جزيلا. والله يا اخي التدخين يعني عنده اسباب. تلقى مثلا واحد يقول لك انا مدخن لانه بكون مستاء ولا حصل لي مشكله. يعني الحاجه دي اصلا ما المفروض تتعامل معاه بالتدخين. انت مثلا تكون مستاء يعني حاول يعني خش في حياه على الحلقات الاجتماعيه ولا تكون تواصل مع اقرب الناس لك ولا عشان تطلع من التدخين. يعني مثلا تخيل نفسك يا اخي انك انت يا اخي انسان عندك مستقبل وعندك اهداف دار تحقيقها. عشان كده يا اخي ما من المفترض انه انا ادخن. وانت عارف انه التدخين ده بيقول لك مثلا دار بالصحه. يا اخي تحيه لما يقول لك دار بالصحه انت طبعا عقلك انسان عقلك كامل يا اخي. انت المفروض ما تتعامل
ما تتعامل بالاشياء دي يعني، انت لازم يكون عندك مفهوم لحياتك وطريقة مستقبلك، عشان كده مضطر الانسان يقوم يتحكم بذاته، يقوم يتحكم يعني ما تخلي الشهوة بتاعتك تغلب عليك، عشان كده تقوم تتحكم في قلبك ومزاجك وكل شعورك. احنا لو قال مثلا متابع الحياة دي ومتابع المشاكل والله حنضيع كثير يعني. شكرا لكم. طبعا التدخين كان دار تبطله انك تصير انك تاني ما ترجع عليه، ولكن ما تقوم تحبس نفسك في البيت يعني، ما تمشي الشغل عادي. اول شيء التدخين دار بالصحة، وحتى لو ما اثر عليك هسه بيأثر عليك قدام مستقبليا، فالزول ممكن عادي يخلي التدخين وبالعزيمة وبالإصرار وبأي شيء ممكن يقدر يخلي التدخين عادي، ما عشان صاحبي بسجل أنا أسجل، ما عشان أخوي بسجل أنا أسجل، فالزول يكون عنده عزيمة ويكون عنده مبدأ. ما في شاب بيلضب الفطرة يدخين، بعدين يزول بيدخين ببارع أزدهاسو يعني، كان الناس كلهم بيضعوا سجاير واتجاي ما بتشرب سجاير طوال بتشرب معاهم، بعدين زادوا لاب في ناس من الأباء وقال لك يا ولد امشي له السجاير، المفروض الأباء زادوا واحد كان يشرب سجاير ما يقول لابنه أجيب له السجاير، بعدين زادوا زودك خلي السجاير، إذا راد واحد يكون عنده عزيمة وإصرار طالب خلي السجاير. والله يعني التدخين ده هي عندها آثار سالبة يعني، وفي يعني نجد إنه الآباء بتدخن ونهاية شنو دي بتأكس على الأجنة ذاتها خاصة المتزوجين يعني، فدي آيق إنه بواجه الناشئ يعني النشئ، في النهاية شنو إحنا نكون أنتجنا جيل مؤاخ يعني، فأنا شايف إنه دي طريقة رشيدة في توعية الطلاب والناشئين. الشغلة طبعا التربية في البيت من أساسا من البيت، لو أصلا جاي من البيت هو مربى ما أظن تاني في حاجة بتأثر عليه بره في الخارج، يعني الشغلة أساسا من المفترض تكون من البيت. أنا لو عندي إصرار وعزيمة إنه أخلي التدخين ما أشوف صديقي إنه شايل سيارة قاعد يدخن فوالا شنو منه دخن، أنا إنه أهديه وإنه أخلي التدخين وكذا. من المعروف إن السيارة عادة ضارة وسيئة للصحة، بس الإنسان يبتعد يعني شوية شوية، لو بيسجل يعني 10 أو 15 أو علبتين 3 علب في اليوم، تحاول تفادى اليوم سيارة سيارة ونص سيارتين لحد ما تخلى عنه وخلي عنده عزيمة وإصرار. We'll be right back.